تحديدا، هل انت شايف ان عبد الله كيرفو نازل ولا عبد الله حتى ولو هو في أسوأ حالاته قادر ان هو يكسب الفرقه زي الماتش اللي فات مثلا؟ ما كانش احسن ماتشاته بس واحده بجون على طول. وانت مطالب من عبد الله يعمل كل حاجه بس يلعب في الجزء الامامي بلاي ميكر او يشوط او تعرف عنده مميزات كتيره جدا ومش شرط الجري كتير. انا ممكن انت تجري كتير انا ما اجريش، لكن دونجا موفر له الحمايه الهجوميه. هل الافضل لو حضرتك مدير فني البيراميدز تلعب عبد الله 90 دقيقه؟ ليه لا 90 دقيقه ليه لا؟ خلي بالك تاثير عبد الله لما بيخرج بيبقى سلبي على الفرقه، لان الفرقه تاني تطمئن او عندها احساس ان الفرقه ضاع منها واحد او خرج منها واحد كويس جدا جدا، تعبنا احنا كرويا يعني في الملعب. فدي بتدي نوش تدي احساس للفرقه الثانيه، زي ما بتيجي تطلع مهاجم مين بيرتاح؟ المدافع. فتلاقيه بيهاجم عليك. فعبد الله كده، عبد الله يقف بس في الملعب ويقف فيه اتنين عنده الديفندرات ايا كان هم يعني وهو يلعب حر احسن له. ممكن تشرح لي هو جون انطوي ازاي متالق مع بيراميدز وبيسجل اهداف واحد من الناس اللي ماشيين كويس، وازاي ما ظهرش في فترات سابقه قبل كده مثلا لما كان في النادي الاهلي؟ عندك تفسير مثلا معاه؟ لا هو ممكن يكون النادي الاهلي ما صبرش عليه لكن هو لما خرج في كل الفرق اجاد وكان هداف، على فكره كان هداف دوري هو عنده ملكه التهديف وحفظ الدوري المصري صحيح. وانا ما اعرفش شخصيته لكن هو اعتقد ان هو محترف قوي ما بيهموش هو بيلعب فين لكن يهمه يأدي ازاي، صحيح. وده احترافيه صحيح، لكن هو لعيب كويس انا بحب لعبه و من انصاف الفرص بيجيب اجوان.